أما الواحد بيرتكب المعصية بيرتكبها لأحد سببين، إما سبب الاستهتار أو سبب الضعف. فإن كان سبب ارتكاب المعصية استهتارا والله خطيرة، هذا الإنسان يصعب جدا 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 أن نصنفه مع من قال ويعفو عن كثير. وأما إن كان سبب ارتكاب المعصية الضعف، كلنا يمكن ذاك الرجل يعني ما يريد هو يعصي الله، بس ربي عز وجل ركب فينا رعونات، ركب فينا شهوات، ركب فينا أهواء، خصوصا في مرحلة الشباب والكهولة. طيب، فإذا ساق إلى المعصية بدافع من الضعف فأنا أبشره وأبشر نفسي بأنه سيلقى ربنا.